بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ها نحن دائما قلنا نواصل مع درس الدوال الأصلية في هذا الفيديو رقم 8. نواصل مع تطبيق قاعدة الدالة الأصلية للدالة من الشكل، هذا المرة إي فتحة على جذر إي فتحة على جذر إي. هكذا نكون قد أنجزنا 8 فيديوهات. يعني انتايا ادرس هذا 8 فيديوهات، واذا كاش ما زدنا ان شاء الله فيديوهات اخرى رايح نعلمكم عن طريق الصفحة في الفيسبوك ولا عن طريق القناة في اليوتيوب. يعني ماذا بكم لو باش ما تعبونيش اشتركوا في الصفحة ولا في القناة، حتى كل ما نحط حاجة جديدة توصلك مباشرة، ما نظلش نجري وراء الصفحات ونحط، وكاين صفحات وما يدخلهم حتى واحد، تصيب فيها الغاشي ما شاء الله عدد المندمجين فيها، بصح كي تصيب هاك تصيب ما كان والو، حتى ما كان والو. يعني اشترك في الصفحة، ماكش راح تزيد لي في العمر كي تشترك في الصفحة ولا تدخل في القناة. راك هذا رانا دايرينو لوجه الله، يعني انا والاساتذة الاخرين جزاهم الله كل خير، يعني ادعوا لهم. كاين اساتذة في الرياضيات، في العلوم الفيزيائية، كاين في الفلسفة، كاين كذا، راهم دايرين ثاني فيديوهات، وحنا يعني انا اديت عليهم الفكرة، ورانا كامل نساهم ورانا كامل متسابقين من اجل الاجر ان شاء الله. ادعونا ربي ان شاء الله، ادعونا. وثاني ادعونا للوالد الله يرحمه ويوسع عليه، ادعوا له بالرحمة، وادعوا لامواتكم بالرحمة ان شاء الله. انواصل هذا المرة، نكتفي بتمرين واحد، يعني هذا رقم 50 راه موجود في الصفحة 101، نفس الشيء في الكتاب المدرسي. يعني درت هذا 8 فيديوهات على طريق، جبتها على طريق، يعني ثق تماما أنني تعبت، ما هوش سهلة، تعبت يعني بزاف. هذا 8 فيديوهات إن شاء الله نبدأ على بركة الله. عندنا الدالة الأولى f دو x يساوي x على جذر x مربع ناقص 1، هكذا. إذن واش نقوم؟ نقوم بتحديد الدالة u دو x، عفوا u دو x أي تساوي ماذا؟ لاحظ تساوي x مربع ناقص 1، x مربع ناقص 1، ومن بعد ندير المشتقة تاعها اللي هي u دو x تساوي ماذا؟ u فتحة دو x تساوي 2 x. يفتح دو اكس تساوي 2 اكس، وهنا راهي عندي اكس اللي هنا الفوق. كيفاش حتى هذا 2 اكس تولي لنا اكس؟ كيفاش حتى هذا 2 اكس تولي لنا اكس؟ اي لو نضرب هذه 2 اكس نضربها في النصف، نصف في 2 اكس، واش يعطينا؟ تعطينا 2 على 2 اكس، اي تعطينا اكس، مفهوم؟ اذا لهنا اف دو اكس، اف دو اكس راهي مكتوبه على الشكل ماذا؟ واحد اي النصف في ماذا؟ في 2 اكس على ماذا؟ على جذر اكس مربع ناقص 1. يعني راهي مكتوبه على الشكل اف تساوي ك في اي فتحه على جذر اي. هاي كيفاش راهي مكتوبة، اتعلم. على بالي مشي سهلة باش تخرج هذه، لكن تعلم تصط لهنا الاشتقاق كيفاش تصطو، لازم تحوس تفهم كيف حتى خرجت هذه. هاي صح، يعني راهي مكتوبة على الشكل، لاحظ راهي مكتوبة على الشكل ماذا؟ على الشكل اف يساوي نصف، ها نصف في U فتحة على جذر U. النصف هو الكا، هو ماذا؟ هو الكا، صح. احنا نجي نطبق القانون تاع هذه U فتحة على جذر U اللي هو هذا، هو هذا 2 جذر U، تعطينا 2 جذر U زائد السي، زائد ماذا؟ زائد السي. طلع السبورة هنا، إذن نبدأ f
عفوا F أي الدالة الأصلية تساوي ماذا؟ تساوي نصف في ماذا؟ في هذه وش قلنا القانون تاعها؟ 2 جذر U زائد C، 2 جذر U زائد C، ومنه تولي لنا هذه وش تولي لنا؟ كي نضرب تولي 2 على 2 يعني 2 راح مع 2 هذا، يعني تولي لنا جذر تبقى لنا غير تساوي ماذا؟ جذر U زائد C، جذر U زائد C، يعني هكذا نكتبه F لX تساوي ماذا؟ جذر U زائد C، ومنه نعوض قيمة هذيك الـ U اللي هي X مربع ناقص 1 زائد C، ها هي الإجابة تاعك، هذا مكان هنا وتكتب، وبالتالي كذا دائما نوح بهذه الكلمات أي F مكتوبة كما هنا تكتب هكا أي F، هكا أي F مكتوبة على الشكل، دائما اكتب هذا العبارات هذا وهكذا، وبالتالي كذا ومنه وكذا إلى آخره، استعمل هذا العبارات. ننتقل إلى الثانية، F x تساوي ماذا؟ x زائد 1 على جذر x مربع زائد 2 x. أولا نحدد U دو x، تحديد U دو x أي تساوي x مربع زائد 2 x، ومنه U فتحة x واش تساوي لنا؟ تساوي لنا 2 x زائد 2، أي تساوي هنا دائما كيكون 2 2 ما نخلوهاش هكذا، تساوي 2 في x زائد 1، 2 في x زائد 1، أيوه بصح هنا عندي x زائد 1، إذا هنا f دو x راهي مكتوبة على الشكل ماذا؟ f دو x راهي مكتوبة أي على الشكل التالي، نصف لماذا؟ لاحظ لأن هذا الإكس كيفاش حتى 2 في إكس زائد 1 رجح إكس زائد 1، يعني لازم لي نضرب هذه النصف في ماذا؟ في الإثنان في إكس زائد 1، ومن هو تولي لي 2 على 2 في إكس زائد 1 أي تولي لي 1 في إكس زائد 1، شوف لازم نضربها في النصف باش نرجعها كما هكذا، إذا تولي لي ماذا؟ نصف في ماذا؟ في 2 في x زائد 1 على جذر x مربع زائد 2 x هكذا، ها هي فوالا، متفاهمين؟ إذا الدالة راهي مكتوبة على هذا الشكل، يعني أي F مكتوبة على الشكل، على ماذا؟ على الشكل ماذا؟ على الشكل F دو X يساوي نصف مضروب في U فتحة، نصف مضروب في U فتحة على جذر U هكذا، لأن U فتحة صبناها هذه، نصف مضروب في فتحة على جذر U، ومنه نحسب الآن الدالة الأصلية F X يساوي نصف، نطبق القانون اللي هو 2 جذر U زائد C، أي القانون نطبقه على هذه هذا K، يعني راهي مكتوبة هذه على F راهي تساوي ك في ك مينيسكول ماشي ماجيسكول في U فتحة على جذر U، هاي مكتوبة على الشكل هذا، ها إذا تساوي لنا ماذا؟ نصف أي 2 تروح مع 2 هكذا، 2 تروح مع 2 هذيك تساوي لنا جذر U زائد C، ومنه تصبح تساوي جذر x مربع زائد 2 x زائد c تو سامبلوم، هذه هي الإجابة تاعك، يعني ها هي الإجابة تاعك،
هذه وتكتب وبالتالي وبالتالي كذا أكذا. نكمل مع الثالثة f دو x تساوي 6 x مربع زائد 4 x على جذر x أس 3 زائد x أس 2 زائد الواحد. نحدد أي تحديد معليش u دو x يساوي ماذا؟ يساوي x أس 3 زائد x مربع زائد الواحد. ندير المشتقة تاعها أي تساوي ماذا؟ تساوي ن الثلاثة تهبط منا 3 x أس 2 زائد 2 x، هذه هي المشتقة تاعها. يعني هذا المشتقة لاحظ هنا 3 x أس 2 زائد 3 x مربع زائد 2 x، ولا هنا عندنا 6 x، لاحظ 6 x مربع زائد 4 x، أي هذه تساوي 2 في ماذا؟ في 3 x مربع زائد 2 x. يعني هذه راهي من الشكل يعني f دو x راهي مكتوبة من الشكل 2 في المشتقة اللي هي 3 x مربع زائد 2 x على ماذا؟ على جذر x أس 3 زائد x مربع زائد الواحد. لاحظ لأن هنا عندنا 6 x مربع زائد 4 x، يعني 2 مضروبة في المشتقة، المشتقة هاي وراي، المشتقة هاي أمامك، ها هي، يعني 2 مضروبة في المشتقة، البسط هذه تعدى، يعني الاثنان هذا راه ينضرب في هذه، ماشي في التحتانية، ماشي في المقام، في البسط. متفاهمين؟ صح. نكملوا. يعني هنا أي f f مكتوبة مكتوبة على ماذا؟ على الشكل على الشكل على الشكل f دو x، انتبه مليح راهي مكتوبة على الشكل f يساوي 2 في u على جذر u، اي في u عفوا في u فتحة على جذر u. هذه اللي هذه اللي راهي هنا هذه راهي مكتوبة على الشكل هذا اللي راهو أمامك، راهي مكتوبة على الشكل هذا. هاهي ها نكمل. وبالتالي 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 نحسب الدالة الأصلية f دو x يساوي الاثنان. نطبق القانون هنا، نطبق على هذه القانون في ماذا؟ في اثنان جذر U زائد C أي الدوالة الأصلية تاعها، ومنه F دو X يساوي L أي 4 جذر U زائد C أي يساوي 4، نعوض الـ U بالعبارة تاعها، في جذر X مكعب زائد X مربع زائد الواحد زائد C. وهكذا نكون تكون قد أجبت الأسئلة تاعك. ها هي نظن يكفي في هذا الفيديو، كما قلت لكم يعني تعبت من فيديوهات على طريق بركات يعني الدرس هذا. وثاني نوصيكم التعبوا تعبوا شوية، تعبوا تعبوا، كاين اللي تصيبوا ما جابش الباك العام اللي فات واللي قبل وكذا وما زالوا يتكسل، ما زالوا في ذاك في ذيك العقلية القديمة تاعو. تبدل تبدل بدل شوية، غير اتعب. انتوما اللي عام السنة طلعتوا للترمينال شوفوا الفصل الأول واش هي السلبيات تاع الفصل الأول، لأنه حان الوقت درك الإنسان باش يدخل في المراجعة. الآن حان الوقت باش تدخل في المراجعة، وما تنسوش باللي درك تبداو تراجعوا للشهرين اللي بقاو، توجدوا للشهرين اللي قبل الباك يعني افريل مي، يعني دوك لا رانا في جونفي جونفي فيفري مارس، هادو توجد توجد. نحكم قال مثلا المواد الثانويه التاريخ والجغرافيا الفلسفه، نبدا نلخص الوحدات، نلخص باش نوجد للشهرين اللي بقاو اللي هو اللي قبل الماك الباك افريل ومي. افريل ومي هذا الشهرين هما تاع الصح،
هذا هنا شوف شهرين احسن وقت للمراجعه على البكالوريا هذا الشهرين. وانا ان شاء الله راني نعاونكم في فيديو فيه نصائح باذن الله كيقربوا الشهرين هذو ونوجهكم مليح. درك بداو تلخصوا التمارين كذا منا ومنا في الشهرين هذو ان شاء الله تبدا الجد. اتوكلوا على الله، الانسان يستعين بالله سبحانه عز وجل وما يخافش، واللي يتعب ان شاء الله ينال، واللي يبقى يتكسل على بالكم واش ينال، ينال الرقاد والاخر وكذا. نظن نكتفوا بهذا الثمان فيديوهات، واذا كاش ما كان فيديو جديد ان شاء الله في هذا الدومين راني يلحقكم ان شاء الله. وثاني راسلوني اذا في بعض الدروس الاخرى ثاني كاين نقص ولا، لانه هذا تعرفوا لضيق الوقت، راسلوني ان شاء الله نحاول كيفاش نعاونكم ان شاء الله. وادعوا لنا ربي باذن الله. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.